بسم الله الرحمن الرحيم. كنا استقلينا هضرنا معكم على الطرق باش كيتصيد البوري، وقلنا ثلاثة ديال الطرق قبل أربعة ديال الطرق. أربعة ديال الطرق كاين البيلوطا والخبز في القاع، وكاين بالانغري، وكاين الختال، وكاين التربيطة. اليوم غادي نوريكم كيفاش كتعقد التربيطة، وراه ما كاين ما صعب منها الا ما تخلتيهاش ما عقدتيهاش مزيان، كضيع لك الحوت. حتى الا جاب الله ركب عليك الزغزة وخرج هذاك الزغزة شي بوري وشدوه الصائد الصنامر اللي معودين بهاد الطريقة، ما كيتفكوش معاه. كنشدو الصنامر ديال 15 هاودا، كنعبدوها هاودا، خمسطاش ولا ربعطاش، مبقاوش عندنا سنان، عسلكو معانا. قطعها بالدكا تقريبا 20 سنتيم، عاود عاودتيني أخرى، وهاد العقدة هادي اللي كندير أنا راه مهمة، بعض الخطرات كتنفعك إلا كنتي كتقنعها، تقدر تعقدها وأنت مغمض عينيك. الا ما كانش عندك البيل او لا طاح ليك وكان في الظلام ما كايناش القمرة كتنفعك. فوالا كنديرو 6 ديال الصنينات بحال هكذا باختصار. كنجيو حنا مرقعين على شي وحدين هنا باش ما نطولوش عليكم، كنجيو على القمرة كنديرو ليها هكذا، فهمتها غير هكا، كندور الخيط الدورة الأولى والثانية، هنا كتعود كتعطيك الطور باش تعود في خاطرك. فوالا المهم هاهي عندنا هنايا صومبا، غادي نكملو الخدمة ديالنا هيك. هاد العقدة كتسمى الضفيرة، شتيها؟ كتشدها كديرها بيضة عويدة وحدة، كتدخلو من تحت تانية، كتدخل السنارة من الفوق مرة على اليمين ومرة على اليسار. هذه هم
شويه وياك الجزيره كتسمى الضفيره. فوالا حنا كنا عاقدين سنه اخرين باش ما نضيعوش الوقت نستافدو. التربية هي موجودة.